صباح الخير يا الصبايا والشباب. ناخذ مثال جديد على البروتون ان ام ار، المركب الموجود عندي C3H8O. هذا الانون مذوب في CDCl3 اللي هو كلوروفورم ديوتيريتد، وعندي الريفرنس تي ام اس والجهاز اللي قسنا عليه 60 ميجا هرتز. السبكترا تاعتي بين الزيرو وال 12 بروتون ان ام ار كيميكال شيفت بارت بير مليون. بنلاحظ انه عندي الزيرو تي ام اس، في عندي الواحد دبلت. هذا الدبلت اذا بقيس المسافه من هان لهان هي عباره عن 6 سنتيمتر. بعدين في عندي هاي الملتبلت 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 سنتيمتر المسافه من هان لهان. بعدين في عندي انذر دبلت بين تقريبا 4 ونص لي 1 سنتي كمان، هي 1 2 3 4 5 6 7 8 8 هاي دبلت دبلت. في عندي هاي الدبلت شيلدد وهاي الدبلت دي شيلدد. الدبلت الاولى عند الواحد والدبلت الثاني عند الاربعة ونص، وبعدين في عندي ال واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية الثمانية اللي هي عبارة عن مل تبلت اللي هي عند الثلاثة، خلينا نحكي ونص. اذا اول دبلت عند الواحد، المل تبلت عند الثلاثة ونص، بعدين في عندي دبلت عند إيش؟ لأربعة ونص. إذا قسنا المسافة بين هذا الخط وهذا الخط 3 سنتيمتر، حطيناها بين دائرة. المسافة بين هذا الخط وهذا الخط 1 سنتيمتر، حطيناها بدائرة. المسافة بين هذا الخط وهذا الخط 1 سنتيمتر، حطيناها بدائرة. إذا هاي أول خطوة في حل السؤال، إن أطلع التكاملات الموجودة. في عندي التكامل من هنا لهنا 6 سنتي، التكامل من هنا لهنا 1 سنتي، التكامل من هون لهون 1 سنتي. 6 زائد 1 7 زائد 1 8 عندي إيش؟ 8 هيدروجين. إذا كل 1 سنتي هو عبارة عن 1 بروتون. إذا عندي بقدر أحكي 6 بروتونات إكويفلنت دبلت، وفي عندي 1 بروتون لوحده أوكتت، وفي عندي 1 بروتون دبلت. إذا في عندي المركب C3H8O عنده كم بروتون؟ 8. 8 موجودات، أول 6 موجودات الدبلت عند الواحد، بعدين واحد عند الثلاثة ونص، بعدين واحد عند الأربعة ونص. إذا عندي أنا 8 بروتون موجودات بالسبكترا. أول واحد في منطقة الشيلدت عندي 6 بروتونات، هذا أول نوع من البروتونات، وعندي واحد بروتون عند الثلاثة ونص، وعندي واحد بروتون عند الأربعة ونص، وهذا دي شيلدد وهذا شيلدد، هاي طبعا جاية بالوسط. إذا المركب تاعي هيو مبين التكاملات تاعته واضحة. قست أول شيء هذه المسافة 6 سنتيمتر، قست هاي المسافة 1 سنتيمتر، وقست هاي المسافة 1 سنتيمتر، مجموعهم 8 سنتيمتر. كم عندي بروتون؟ عندي 8 بروتون. إذا كل بروتون هو كل 1 سنتيمتر هو بروتون، فعندي هلا كم؟ عبارة عن 8 بروتونات. الخطوة الأولى بحل هاي الأمثلة حكينا إنه المفروض إنه أطلع وحدات عدم الإشباع، unsaturated unit. القاعدة تاعت unsaturated unit CnH2n+2 ماينس الأنون تاعي مقسوم على 2 وتساوي لنا C3، لأنه عندي الأنون C3H8O. C3H2 في 3 زائد 2 ماينس C3H3H8O. الأو ما إلها تأثير، حذفناها، صار عندي C3H8 ماينس C3H8O. C3H8 ماينس C3H8 على 2 0 على 2 0. إذا ما في عندي ولا وحدة عدم إشباع. أوكي، إذا المركب تبعي مشبع بالكامل، ما في وحدات عدم الإشباع. حكينا 6 سنتيمتر أمامها 6 هيدروجين تعادل 1 سنتيمتر 1 هيدروجين 1 سنتيمتر 1 هيدروجين. إذا عندي كم بروتون؟ عندي 8 بروتونات، وشفناهم عندي أول 6 هيدروجين، هدول موجودات دبلت في منطقة الواحد. بعدين الهيدروجين الثاني موجود أوكتت في منطقة الثلاثة ونص. بعدين آخر هيدروجين هذا دبلت في منطقة الأربعة ونص، وطلع عندي 8 هيدروجين. إذا حسبنا وحدات عدم الإشباع، لاحظنا إنه وحدات عدم الإشباع المركب ما في ولا وحدة عدم إشباع. إذا الصيغة العامة تاعته راح تكون شبيهة بإيش؟ بالألكان، لأنه ما في وحدة عدم إشباع، ولا في ولا وحدة عدم إشباع في هذا المركب. إذا مثل ما حكيت، حكينا إنه حسبنا وحدات عدم الإشباع CnH2n+2 ماينس الأنون تاعي على 2 C3H2 في 3 زائد 2 ماينس C3H8O مقسومة على 2 C3H8 ماينس C3H8O على 2
بنشيل الاو بصير عندي سي 3 اتش 8 ماينس سي 3 اتش 8 على 2 0 على 2 0 انساتشوريتد يونت 0 عندي 6 سنتيمتر بتقابلها 6 هيدروجين 1 سنتيمتر 1 هيدروجين 1 سنتيمتر 1 هيدروجين التوتال 8 هيدروجين. اذا انا بلاحظ انه ما في عندي ولا وحده عدم اشباع، ومثل ما حكيت ال 6 هيدروجين الاولى اكوفالنت طلعوا دبلت عندي الواحد، بعدين في عندي 1 هيدروجين طلعت أكتت على الثلاثة ونص، في عندي 1 هيدروجين طلعت دبلت على الأربعة ونص. إذا ثلاث أنواع من البروتونات أو الهيدروجينات، النوع الأول 6 هيدروجين هذول شفناهم دبلت عندي الواحد، بعدين في عندي 1 هيدروجين شفته أكتت عندي الثلاثة ونص، في عندي 1 هيدروجين شفته دبلت على الأربعة ونص، إذا التوتال هو 8 هيدروجين. الأنون تاعي C3H8O، السولمنت اللي استخدمنا CDCl3 اللي هو كلوروفورم ديوتيريتد، الريفرنس TMS، والجهاز اللي استخدمنا فيه هو عبارة عن 60 ميجا هرتز. أول خطوة فرغنا اللي موجود في السبكترا، 6 سنتي هي 6 هيدروجين، 1 سنتيمتر 1 هيدروجين، 1 سنتيمتر 1 هيدروجين. نيجي هلا نفرغ السبكترا نفسها، 6 هيدروجين إكويفلنت، عندي 6 هيدروجينات إكويفلنت وشفناهم دبلت في منطقة الشيلدد اللي هي منطقة الواحد، في عندي 1 هيدروجين شفته أكتت أو مالتبلت متعددة، يعني بتعني نفس الشيء الأكتت أو المالتبلت نفس المعنى، شفتها عند الثلاثة ونص، في عندي 1 هيدروجين دبلت شفتها وين بمنطقة الدي شيلدد على منطقة الأربعة ونص. إذن الأنون تاعي C3H8O 0 unsaturated unit. إذن الستركتشر تاعي هو عبارة عن ألكان تقريبا، يعني مشبع بالكامل. إذن إذا بحاول أسترجع المعلومات مرة ثانية اللي أوريدي شرحناها، بنلاحظ إنه السبكترا هي أمامنا، عندي المركب C3H8O، السولفنت CDCl3، الريفرنس TMS عندي 60 ميجا هرتز الجهاز، حاولنا نقيس المسافة بين هان وهان طلعت 6 سنتيمتر، دبلت عندي الواحد، منطقة الشيلدد قسنا المسافة من هان لهان 1 سنتيمتر أوكتت وهي جاية بالوسط، بعدين عندي 1 سنتيمتر يعني 1 هيدروجين دبلت هي على الأربعة ونص، إذا في عندي 6 هيدروجين إكوفلان دبلت عند الواحد في منطقة الدي شيلد، عندي 1 هيدروجين أوكتت عند الثلاثة ونص، في عندي 1 هيدروجين دبلت عند الأربعة ونص في منطقة الدي شيلد. بعد ذلك حسبنا إيش؟ حسبنا وحدات عدم الإشباع، unsaturated unit CnH2n+2 ماينس الأنون تاعي مقسوم على 2 C3H 2 multiplied by 3 plus 2 minus C3H8O على 2 C3H8 minus C3H8O على 2، وحاولنا نحسب وحدات عدم الإشباع C3H8 minus C3H8 على 2 0 على 2 0 unsaturated unit، فرغنا 6 سنتيمتر هي 6H و 1 سنتيمتر 1H 1 سنتيمتر 1H، وهذا كله كان التوتال 8H، والمركب تبعي أصلا فيه 8 هيدروجينات لأنه C3H8O. بعد ذلك حاولنا نفرق الموجود على الموجود في السبكترا، وكان عندي الأنون C3H8O، السولفنت CDCl3، الريفرنس كان TMS، والجهاز هو 60 ميجا هرتز. إذا 6 سنتيمتر 6 هيدروجين، 1 سنتيمتر 1 هيدروجين، 1 سنتيمتر 1 هيدروجين. نحاول نفرق السبكترا، عندي 6 هيدروجين إكويفلنت متكافئات شفناهم دبلت من منطقة الشيلد، عندي 1 هيدروجين شفتها أكتت أو مالتبلت، في عندي 1 هيدروجين طبعا هاي شفناها بمنطقة الثلاثة ونص، في عندي 1 هيدروجين شفتها دبلت في منطقة الدي شيلد شفتها على الأربعة ونص. إذا أول 6 هيدروجين شفناهم عند الواحد دبلت، بعدين 1 هيدروجين أكتت شفتها عند الثلاثة ونص، 1 هيدروجين دبلت شفتها وين عند الأربعة ونص. الأنون تاعي C3H8O 0 unsaturated unit، إذا المركب تبعنا الكان وساتوريتد. بنحاول نصل للستركتشر تاعي 6 هيدروجين، معناته في عندي 2 ملتيبلايد باي سي اتش 3 يعني 2 مثل، وهذول شفناهم دبلت، بعدين عندي 1 هيدروجين اوكتيت، بعدين عندي 1 هيدروجين دبلت. اوكي، لو حاولت اوزع الثلاث كربونات هي 1 2 3 كانه الكان، كل كربون بيعمل 4 روابط، 1 2 3 هاي 1 2 3 4 1 2 3 4 وهي نفس الشيء واحدة تنتين ثلاث أربعة، هذول عندي اللي عليهم دوائر الأتشات الستة،
6 هيدروجين ايكوفالنت ودبلت في منطقة الشيلدد. بعدين في عندي هاي الهيدروجين ايش بشوفها؟ ذرة الكربون هاي عليها 3، ذرة الكربون هاي عليها 3، والاكسجين هاي عليها 1، 3 3 6 زائد 1 7 زائد 1 8، معناته شفنا هاي الهيدروجين ايش؟ اوكتيت. هلا هاي الهيدروجين الموجودة على الاو اتش، الاو اتش ذرة الكربون عليها اتش، اذا بشوف هاي الهيدروجين اللي عليها مربع 1 شوفها دبلت، لانه الذرة المجاورة كربون عليها 1 اتش بس، فلذلك بشوفها دبلت ومنطقة ايش؟ الدي شيلد اللي هي عند الأربعة ونص. هاي اللي عليها مربعين شفتها أكتت، لأنه عندي هدول 3 و3 بالمقابل 6، وهذا 1 7 زائد 1 8. إذا الستة هدول اللي هم 1 2 3 4 5 6 اللي عليهم دوائر 6 هيدروجين إكوفلنت دبلت شفناهم في منطقة الشيلد عند الواحد. بعدين عندي هاي الأكتت اللي هي بسبب إنه عندي 1 2 3 4 5 6 7 زائد 1 8 شفناها عند الثلاثة ونص، لأنه قريبة من الأكسجين، بينما الهيدروجين اللي أوريدي على الأو شفناها دبلت، لأنه عن الكربون المجاورة إلها فيها 1 زائد 1 2، إذا دبلت منطقة الدي شيلد. فلذلك الهيدروجين تاعت الأو اتش المرة هاي شفتها إيش؟ دبلت. المرة اللي فاتت شفناها إيش؟ بدي أقارن، راح نشوف الهيدروجين كنا زمان بالأورجانيك 2 نحكي لكم الأو اتش والإن اتش دائما بنشوفها برود سينجلت، هلا لا راح نشوفها سينجلت ودبلت وتريبلت وكوارتت، كل الصفات اللي ممكن او كل انواع السبكترا ممكن نشوف الاو اتش. بطلنا كنا نسهل عليكم بالاورجانيك 2 انه الاو اتش والان اتش دائما هي برود سينجلت، هلا بالسبكتروسكوبي بدنا نركز هلا على الاو اتش، نتركنا من الان اتش، الان اتش راح نشوفها في وقتها. الاو اتش شفناها دبلت بهاي الحاله، وراح نشوفها سينجلت، وراح نشوفها تريبلت، وراح نشوفها كوارتت على حسب الحاله اللي احنا بندرس فيها. إذا أنا عندي 6 هيدروجين هي 1 2 3 1 2 3، ليش متكافئات؟ لأنه لو قسمت هذا المركب من الوسط هذا الجزء بيماثل هذا الجزء بالمراع، فلذلك 1 2 3 1 2 3 6، إيش جنبهم؟ كربون عليها 1 هيدروجين زائد 1، إذا بشوفها دبلت. 6 هيدروجين إيكوفلنت شفناهم دبلت، هاي لحالها شفتها دبلت ليش؟ لأنه عندي هاي الكربون اللي المجاورة إلها عليها 1 هيدروجين زائد 1 2، إذا شفناها دبلت ومنطقة إيش؟ الدي شيلد. هاي شيلد عند الواحد، هاي الدي شيلد شفتها عند كم؟ عند الأربعة ونص. هلا هاي الهيدروجين اللي عليها مربعين راح أشوفها أكتت، لأنه عندي ذرة كربون مجاورة إلها عليها 3، ذرة كربون مجاورة عليها 3، وذرة أكسجين عليها 1، 3 3 6 زائد 1 7 وزائد 1 8، إذا شفناها أكتت. إذا هذا المركب تاعي. هلا انا بالامتحان راح اكتبه بهذا الشكل CH3CH CH3OH. هلا بحاول افرغ الاستراكشر، شفنا CH3 ومع CH3 هذول الاثنين متكافئات شفناهم دبلت عند الواحد، الاو اتش هاي شفتها دبلت عند الأربعة ونص، والسي اتش هاي شفتها اوكتيت لانه عندي 3 3 6 و1 7 زائد 1 8 شفناها عند الثلاثة ونص. اذا المركب تبعي CH3CHOH CH3 كحول ايش؟ ثانوي متماثل، النصف اليمين بيشبه النصف اليسار، فلذلك شفت CH3CH3 شفناهم equivalent، 6 هيدروجين equivalent شفتهم ايش؟ دبلت، والهيدروجين بتاعت الـ CH شفتها اوكتت لانه جنبها انا CH3 وهي CH3 وجنبها OH، 3 3 6 1 7 زائد 1 بصيروا 8، هي بنشوفها ثمانية اوكتت، بينما هاي شفتها دبلت لانه اصلا الكربون المجاور لها عليها 1 H زائد 1 2 فشفنا دبلت. إذا شفنا هدول دبلت، CH3 شفناهم دبلت منطقة الشيلدد عند الواحد، شفنا الأكتت بمنطقة الثلاثة ونص، وشفت الأو اتش أو الأتش تاعت الأو اتش شفتها دبلت في منطقة الأربعة ونص في منطقة إيش؟ اللي هي سميناها دي شيلدد. نرجع ناخذ تلخيص سريع عن اللي شرحناه للمثال بالكامل على اساس نركز ايش لعبنا بالضبط. عندي هذا المركب حكينا C3H8O السولفنت CDCl3TMS 60 ميجا هرتز، عندي دبلت عند الواحد وعندي اوكتيت على الثلاثة ونص وعندي دبلت على الأربعة ونص، قسنا المسافة من هان لهان طلعت 6 سنتيمتر، المسافة من هان لهان 1 سنتيمتر، المسافة من هان لهان 1 سنتيمتر، حطيت دوائر لأنه هذول ما موجودات بالسبكترا فلذلك أنا طلعتهم. بعدين حسبنا وحدات عدم الإشباع unsaturated units CnH2n plus 2 ناقص الأنون على 2 C3H
2 في 3 زائد 2 ناقص C3H8O قسمت على 2 C3H8 ناقص C3H8O على 2 C3H8 ناقص C3H8 على 2 0 على 2 0 unsaturated unit 0. عندي 6 هيدروجين هم 6 سنتيمتر 6 هيدروجين 1 سنتيمتر 1 هيدروجين 1 سنتيمتر 1 هيدروجين التوتال 8 هيدروجين لأنه المركب عندي إيش C3H8O إذا صح. بعدين فرغنا الموجود بالسبكترا الانون C3H8O السولونت CDCl3 الريفرنس TMS والإنمار 60 ميجا هرتز. عندي أول خطوة طلعنا 6 سنتيمتر 6 H وال1 سنتيمتر 1 H وال1 سنتيمتر 1 H. هلا نرجع نفرق كمان مرة 6 هيدروجين إكوفيلنت كانوا متكافئات دبلت منطقة الشيلدد هذول شفناهم عند الواحد 1 هيدروجين أوكتت مالتب أو مالتبلت هاي شفت عند الثلاثة ونص 1 هيدروجين دبلت في منطقة الدي شيلدد شفت عند الأربعة ونص الأنون تاعي C3H8O زيرو أنساتشوريتين يونت والألكي والستركشر تاعه الكان استركشر يعني مشبع 6 هيدروجين معناته عندي 2 في مجموعتين مثل CH3 أعطاني دبلت 1 هيدروجين أوكتت و1 هيدروجين دبلت بحاول أرسم كأنه الكان كربون 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 بوزع حوالين كل كربون 4 روات 1 2 3 4 1 2 3 واحدة تنتين ثلاث أربعة وهذا نفس الشيء الكربون واحدة تنتين ثلاث أربعة وزعنا الهيدروجين بالتساوي عشان يطلعوا متماثلات واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة هذول اثنين CH3 equivalent لأنه لو قسمت هذا المركب بصير سيمتريك. بعدين في عندي هاي الهيدروجين اللي عليها مربعين شفتها أوكتت لأنه عندي ثلاثة هان وثلاثة ستة واحدة هان سبعة زائد واحدة ثمانية بشوفها أوكتت والهيدروجين الموجودة هاي بشوفها دبلت لأنه الكربون عليها واحد زائد واحد شفناها دبلت. شفنا 6 هيدروجين الاكوفيلنت الدبلت بمنطقة الشيلدد عند الواحد وشفنا الاوكتت على الثلاثة ونص في منطقة وسط جاية وشفت الاتش هاي دبلت ودي شيلدد على الاربعة ونص اللي هو المركب تبعي. الستركشر بشكل عام انا راح ارسمه CH3CH CH3OH هذول التنتين متكافئات وشفناهم دبلت هاي اللي الوسط شفها دبلت لانه الجنبها CH بس عليها واحد زائد واحد شفناها دبلت وهي السي اتش شفتها اوكتت لانه ثلاث وثلاث ستة وواحد سبعة اذا زائد واحد اوكتت ثمانية اذا الستركشر تاعي CH3CH CH3OH فلذلك شفنا الاو اتش بهاي الحالة دبلت وحكيت لكم ممكن نشوفها سنجلت وممكن نشوفها تريبلت وممكن نشوفها كوارتت حسب ايش موقعها ممكن نشوفها سنجلت ممكن نشوفها دبلت ممكن نشوفها تريبلت وممكن اشوفها كوارتت وراح نشوف هاي الأمثلة بالكامل إنه أميت لما تكون الـ OH سنجلت أميت الـ OH بتصير دبلت أميت الـ OH بتصير تريبلت أميت الـ OH بتصير كوارتت. كنا مثل ما حكينا بالأورجانيك 2 كنا نعطيكم إياها نقول الـ OH والـ NH عبارة عن برود سنجلت وعلى أساس التسهيل. هلأ بالسبكتروسكوبي لا لازم نعرف بالضبط إيش اللي بيصير بالستركشر تاع أو الاسبكتر بالضبط وكيف بتبين الـ H تاعت الـ OH وكيف بتبين الـ H تاعت الـ N أو الـ NH كيف بتبين أو الـ NH2 كيف بتبين. أوكي في هذه الحالة هنا شفناها دبلت رح أعطيكم أمثلة وراء بعض أشوف الـ OH سنجلت وشوف الـ OH دبلت وشوف الـ OH تريبلت وشوف الـ OH كوارتت. أوكي هلأ بالنسبة لهذا اليوم بكون تقريبا مثال هذا اليوم كافي راح نستمر بأمثلة الـ NMR تقريبا راح اعطيكم كمان اربع امثله على ثلاث محاضرات على اساس يكون تقريبا الـ NMR او البروتون NMR بالنسبه لنا مفهوم وصورته واضحه وننتقل بعد ذلك للكربون 13 وراح اكمل لكم الكربون 13 وتطبيقاته اللي هو الكربون 13 كابلد وكربون 13 وفريزونانس دي كابلد وكربون 13 دي كابلد بالاضافه لكربون 13 ابد وكربون 13 ديبت 45 90 135 بالإضافة للكوزي والنوزي والأتش أس سي هدول كلهم بالإضافة لإن 15 وإف 19 وفوسفرس 31 هدول بإذن الله خلال أسبوع بكون كملتهم. بعدين الأسبوع الأخير رح ناخذ تطبيقات بالذات على الكابلد والدي كابلد كربون 13 NMR لأنه كثير مهم بالإضافة لأمثلة على الديبت 45 ديبت 90 ديبت 135 لأنه هذول التجارب سواء كانت تجارب الديبت ولا تجارب الكابلد والدي كابلد كاربون 13 انمار كثير مهمة وراح نحتاجها بحل الأمثلة. بتمنى لكم يوم سعيد وجود لك بالامتحان القادم و
عطلة سعيدة، وكل عام وانتم بألف خير، وإن شاء الله إن شاء الله بنشوفكم قريبا. وتيك كير، باي باي، سي يو ليتر، باي، انجوي ذا داي، باي باي.